سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ننوي جميعا بحضور هذا الدرس المبارك، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. تقدم قليل فيه هناك ناس، تقدم كمان صف، تقدم، أنا هنا بعيد، تقدم لا بأس، تقدم، ادخلوا الذين ادخلوا، تقدم، وأنت هنا يوجد فراغ الذي يريد أن يحضر. طيب نراجع الدرس الماضي، ارجع للدرس الماضي، هذا الآن هذا الدرس اليوم، هذا الدرس الذي قبله، رفع. ارجع كذلك، انشرونا صورة زوج فيها الحاكم، ارجع كذلك، ارجع. ايوه ارجع هنا بس. اخذنا الصور التي يزوج فيها الحاكم، في صور تنتقل الولايه الى الابعد، الولي هو من الاب، تنتقل الولايه الى الجد او الى الاخ متى اذا فيه عشر سوالب وعشرة سوالب الولاية، رق وكفر والصبا لغاية. فهنا الصورة التي يزوج فيها الحاكم، الأب إذا اتصف بإحدى هذه الصفات تنتقل الولاية ليس إلى الجد أو الأخ أخ الزوجة، لا إلى الحاكم مباشرة. عشرون زوج حاكم، الصورة الأولى عدم الولي، الولي غير موجود، لا يوجد ولي لهذه المرأة يزوجها الحاكم. الفقد إذا فقد الولي، لها أب لكنه مفقود. الإحرام محرم بالحج أو العمرة. العضل، ما معنى العضل؟ المنع، يمنعها من الزواج. الأب يمنع زوجة البنت من الزواج، تنتقل الولاية إلى الأخ؟ لا، إلى من؟ إلى الحاكم. حبس توار عدة ونكاحه حبس، إذا هو محبوس في سجن، توار تخفي يتخفى، عدة يتعزز، كلما طلبوا منه أن يحضر لكي يرى العريس أو الزوج فيتخلف. نكاحه إذا كان هو يريد أن يتزوجها له، كان ابن عمها مثلا، أو طفله إذا كان يريد أن يزوجها طفله، أنا ولي وعندي طفل، وهذه البنت أنا وليها سأزوجها طفلي ولدي. عندما قال طفل يعني معناه لم يبلغ. أو حافظ إذا كان ابن ابنه، فهو سيزوج ابن ابنه الصغير لهذه البنت الذي هو وليها. في هذه الحالة تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الحاكم. إذ ما قهر يعني ليس مجبر، فإن كان مجبر للبنت فيتولى الطرفان. وفتاة محجور ومن جنت المجنونة، والفتاة التي أبوها محجور عليه، والمجنونة تنتقل الولاية إلى من؟ إذا أهم شيء لا يكون أبوها وجد، الأب والجد موجودين، أخوها موجود، هل يزوجها أخوها المجنونة؟ لا، تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الحاكم. الاحتياج كالظهر يعني إذا كان المجنونة لها حاجة في الزواج. وبعدين بقية الصور متعلقة بالأمة. طيب شرحنا عدم الولي أي ليس لها ولي، فقد الولي موجود لها اي لها ولي ولكنه فقد او بدل امره، تنتقل الولايه الى الحاكم الى ان يحكم بموته، اذا حكم بموت الولي تنتقل الولايه الى الابعد.
الإحرام أي إحرام الولي بحج أو عمرة. هل تنتقل الولاية إلى من؟ لا لا لا، تنتقل الولاية إلى الحاكم إلا إذا هو أي إحرام الولي بحج أو عمرة ولو وكل قبل إحرامه فلا يزوجها كذلك. تمام؟ أيوة. والعضل يمنعها من الزواج، يمنع المرأة من الزواج، الولي يمنع المرأة من الزواج. إن ثبت العضل يزوجها الحاكم. ما معنى العضل؟ منع المرأة من النكاح بعد أن تدعى، وهي ماذا؟ شرط أن تكون ماذا المرأة؟ بالغة، وأن الرجل الذي يأتي يكون كفء لها ليس أقل منها. تمام؟ إذا تحقق العضل انتقلت الولاية إلى الحاكم. تنتقل، كيف نتحقق العضل؟ بالبينة، شهود، أو أمام الحاكم، أمام القاضي، القاضي يقول له يزوج ابنتك، يقول لا أنا لا أريد، فيثبت العضل. العضل من الكبائر، إذا تكرر ولم تغلب طاعته معاصيه فيكون إيه؟ فيفسق هذا للولي. واضح؟ أيوة. ما دخلنا مسألة السفر، إذا كان الولي مسافرا إلى مسافة القصد فأكثر تنتقل الولاية إلى فهمتم؟ ها، واحد سأل سؤال يقول امرأة موجودة مثلا هنا في مصر من ماليزيا هي أصلها أو من أندونيسيا أو من أي مكان، تمام؟ أين وليها؟ وليها غير موجود، وليها غيره، وأراد رجل أن يتزوجها بالحلال، فنقول له أين وليك؟ أين وليك؟ ولي مسافر، ولي مسافر. هل مسافة القصر أم أقل؟ لا، زيادة عن مسافة القصر. الولي مثلا في مكة مدينة، الولي مثلا في ماليزيا إندونيسيا. هل تنتقل الولاية؟ نعم تنتقل الولاية. إلى من؟ إلى الحاكم. أنت انتبه المسألة، تمام؟ أيوة. تنتقل الولاية إلى الحاكم. طيب، حبس الولي كما قلنا مسكونا، تواريخ اختفائه، عزته يعني كلما طلب منه الحضور وعدهم وتخلى، نكاحه إذا هو أراد أن يتزوج، نكاح طفله، أيوة، ونكاح حفيده، كل هذا تنتقل الولاية إلى من؟ إلى الحاكم. بعد هنا مثلا ما هي الصورة التي يتولى فيها الرجل الطرفين في عقد النكاح؟ رجل يكون هو وكيل عن الزوج ووكيل عن الزوجة، متى إذا كان جد وهو مجبر لهذه البنت؟ متى يكون مجبر لها؟ إذا كانت هي بكرا وهو جدها أبو أبيها، وهذا حفيده الطفل، فيجوز ان يتولى الطرف ان يقول زوجت فلان بن فلان فلانه، وبعدين هو يقول قبلت الزواج الان، هو بنفسه يقوم مقام عليه الطرفين. طيب، المجنونه يزوجها الحاكم اذا عدم الاب والجد واحتاجت الى النكاح اللي بعده. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الإجبار في النكاح، الإجبار في النكاح، الإجبار، الإجبار، ما معنى الإجبار؟ يعني الزواج سواء رضيت أو لم ترضى البنت، هل يجوز؟ لا ما يجوز، إلا في شروط، في حالات بسيطة. انظر، الولي مجبر وغير مجبر. الولي ممكن أن يجبر البنت إذا كان الولي من هو أب أو جد، وفي نفس الوقت المرأة إيه؟ بكر، أيوة، لأن المرأة ليس البنت البكر ليس عندها خبرة، لم تختلط بالرجال بخلاف الثيب، الثيب تعرف الرجال وتعرف طبائعهم لأنها سبق أن تزوجت، سبق أن تزوجت. البكر يطلق على الرجل أو المرأة؟ من يعرف؟ ها؟
يطلق على الرجل وعلى المرأة. فالمرأة التي لم تتزوج يقال عنها بكر، والولد الذي لم يتزوج يقال عنه ايه؟ بكر. تزوجت انت؟ انت بكر. انت تزوجت؟ انت بكر. فهمتوا؟ المرأة التي لم تتزوج تسمى بكر، والرجل الذي لم يتزوج يسمى بكر. وكذلك السيد، الرجل، المرأة التي تزوجت تسمى سيد، والرجل الذي تزوج يسمى، يعني أنت يا فكري سيد وأنا سيد، واضح؟ أيوة. فإذا يطلق على هذا وعلى هذا. طيب، ما معنى بكر؟ بكر يعني معناه لم تزول غشاء البكارة. غشاء البكارة أين مكانه؟ في الرحم، رحم المرأة مكان خروج الحي، ومكان الولادة عندما تلد يخرج الولد يوجد غشاء لونه أبيض داخل الرحم، هذا غشاء مثل الغطاء، مثل الغطاء. أيوة. هذا لا يزول إلا بالجماع، لا يزول إلا بالجماع. إذا أزيل تحولت المرأة من بكر إلى سيد، ولا بد أن يزال بماذا؟ بالوطن. لو أزيل بمرض أو بقوة الحيض لا تزال تسمى بكر، هي بكر إلى الآن. أو سقطت، فهمتم؟ أيوة. طيب، إذن هذا بكر، هذا المجبر. غير المجبر، الأب والجد إذا تزوج بنته إيه؟ أو حفيدته هو إيه؟ الثيب. الأب إذا كانت بنته ثيب لا يجوز أن يجبرها، لا بد أن يستأذنها ويأخذ رضاها. وكذلك الجد لا يزوج الثيب، فهمتم؟ أيوة. كثير من آبائنا وجداتنا أمهاتنا تزوجوا وهم صغار، لم يكن لهن في أمرهن حكم لأنهم صغار. من الذي يتولى أمرهن؟ أبوهم هو أعرف وأدرى، يعطي البنت الولد المناسب، يرى أن هذا الولد، هذا الرجل أهل للثقة ولتحمل المسؤولية فيزوجه إياها. ما معنى الإجبار؟ يجوز له إجبار على النكاح ولو قبل بلوغها. أكثر بنات الزمان الماضي يتزوجن قبل سن كم؟ 15 سنة، صح؟ هل الآن البنت عندكم في ماليزيا يتزوجن قبل 15 سنة؟ يتزوجون؟ القانون يسمح أم لا يسمح؟ لا يسمح. يسمح؟ يسمح. في السعودية واليمن يسمح الزواج قبل السن، وهو أمر شرعي لا يخالف، يجوز ولو قبل بلوغها وبدون إذنها، ولو حتى بدون إذنها، بنت صغيرة لا تعرف، تمام؟ وإن لم ترضى، هذا معنى الإجبار، قبل البلوغ وبدون الإذن وإن لم ترضى، ولكن بشروط لكي لا تكون مظلومة، بشروط لكي لا نظلم هذه المرأة، فهمتم؟ أيوة. شروط جواز الإجبار 4، إذا فقد شرط من هذه الشروط فالزواج إيه؟ باطل. أيوة. الشرط الأول كون الزوج كفءاً، لابد يكون الزوج كفءاً، والثاني كون الزوج موسراً بمهر المثل. هل عنده مهر المثل؟ يعني مهر المثل من يمتلكه؟ الزوجة. بعدين مهر المثل من يأخذه؟ الزوجة. إذا أخذه الأب يصرفه ليه؟ للزوجة، لا يأكله أو يذهب لأموره الخاصة، فهمت؟ ألا يكون بين الولي وبينها عداوة ظاهرة. ما معنى عداوة؟ أمس بعضهم يسأل ما معنى عداوة؟ معنى عداوة يعني ليس مخاصمة، ليس بينهما مخاصمة، عداوة. ما معنى عداوة بالماليزي؟ ها؟ ارفع صوتك. قدوت؟ ها؟
جدو، ليس بينهما جدو، هذا جدو جدو هذا. المخاصمة ما معناها العداوة؟ العداوة جدو، بس جدو موسو موسو. أيوة، لك أريدهم أن يفهموا ليس بينهما موسو جدو. إذا بين الولي يعني مثلا الولي، لنفرض أن الولي الأب والعياذ بالله، شرير الأب شرير يعني ليس طيب، وفي قلبه على هذه البنت مسكينة، بينهما جادو، بينهما ايش؟ جادو. كان ايش؟ موسو. بينهما موسو. طيب أيتها البنت، يقول في نفسه سأزوجك رجلا شرير يضربك دائما، هذا ما يجوز، حرام، ولو زوجها الزواج باطل. إذا فقد شرط من هذه الشروط فالزواج النكاح باطل. إذا كان واضح أن لا يكون بين الزوج وبينها عداوة ظاهرة ولا باطنة، ولا بينها وبين الولي عداوة ظاهرة، حتى الزوج لنفرض أن الزوج والزوجة بينهما جادو، بينهما موسو. كيف؟ كيف نعرف؟ معروف دائما كلما يلتقيان يتخاصمان، كلما يلتقيان يكون بينهما جادو، كلما يلتقيان يكون بينهما موسو. أو نرى في واتساب هذا يتكلم وهذا يتكلم ونحن ننظر به. أو في فيسبوك أو غير ذلك، إذا كان بينهما عداوة لا يجوز هذا الإجبار، لا يجوز هذا، لأنه في عداوة بين الزوج وبينها، سواء كان عداوة ظاهرة أو خفية. فهمتم؟ أيوة. بعضهم يقول الإسلام هذا ظلم، كيف يجبر المرأة؟ نقول يا أخي لا يجبر، ولكن في حالات بسيطة يكون الأب أصلا رحيم، الغالب أن الأب رحيم بيه ببنته، خصوصا البنت صغيرة، فلا يجوز للأب أن يزوجها إلا بهذه الشروط. تمام؟ أيوة. ضابط العداوة الظاهرة التي لا تخفى على أهل محلتها، لا تخفى على أهل محلتها. فهم؟ شروط جواز الإقدام على نكاح المجبرة، هذه الشروط يسمونها شروط جواز الإقدام، لكي نقدم ونعمل هذا لا بد أن لا ينقص الصداق عن مهر المثل، وأن يكون حالا هذا الصداق، وأن يكون من نقد البلد. فهمتم؟ فهمتم؟ ما معنى بكر وما معنى ثيب؟ البكر التي لن تزل بكارتها بوطئ في قبولها، غشاء البكارة. فهمتم ولا ما فهمتم؟ ما معنى غشاء البكارة بالماليزي؟ غشاء البكارة ما اسمه؟ ماذا يسمونه بالماليزي؟ أو ما تعرفون؟ كلكم صغار ما حد يعرف. دارا 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 بالراء دارا. أيوة خلاص، نحن نتعلم، نحن علم، لكي يكون. أنا أمس جاءتني أسئلة، يقول ترى الطلاب لا يفهمون ما معنى بكر وما ثيب، أنا شرحته لا يفهمون. يا الله كيف يفهمون؟ أنا لماذا أعيد؟ لأنه وصلتني الأخبار من بعض الحاضرين قالوا الطلاب لم يفهموا ما معنى ثيب، ما معنى بكر، ما معنى غشاء البكارة، لا يفهم. أنت تشرح وهم ولا يفهمون. لابد أن تفهم غشاء البكارة كما قلنا غطاء موجود في الرحم لا يزال إلا بالوقت. إن تزوجت المرأة وحصل الجماع فيزال غشاء البكارة، وإذا أزيل الغالب أنه يخرج دم، يخرج ماذا؟ لأنه جرح، ولكنه يعني بسيط، دم قليل ليس كثير. طيب أيوة، هذا معنى البكر التي لم تزل بكارتها بوطئ في قبولها،
بأن لم تزل أصلا أو زالت، ولكن لا تسمى بك كذلك، لا زالت تسمى بك بغير وقت كسقطة أو حدة حية. لنفرض أن امرأة أدخلت إصبعها في فرجها أو أدخلت أي شيء آخر في فرجها فزالت غشاء البكارة، هل تسمى بكرا أم ثيب؟ لا تزال تسمى بكرا. البكارة لا تزال إلا بماذا؟ بالوطء، بغير وطء بالإصبع بأي شيء لا يسمى ماذا؟ لا تسمى ثيب، لا تزال بكرا. وهل يجوز؟ لا ما يجوز استخدام الإصبع أو أي شيء آخر، لا يجوز. فهمتم؟ لا يجوز، حرام، إلا في حالة واحدة، إذا أراد الرجل أن يجامع الزوجة ووجد أن الفرج ضيق ولا يستطيع، فأراد أن يساعد هذا الوطئ بأن يوسع المكان بالأصبع فقط في هذه الحالة. طيب انتبهوا، هل تصدق المرأة في دعوى البكارة؟ نعم. هل تحتاج تحلف؟ لا، ما بدون حلف، إذا قالت أنا بكر خلاص تصدق. وهل تصدق في دعوى الثيوبة؟ كذلك تصدق، ولكن بيمين. أيوة اللي بعد. الثيبة الصغيرة، انتبه، ثيب صغيرة غير بالغة تزوجت وبعد ذلك طلقت، تزوجت وعمرها 13 سنة وطلقت بعدها بشهرين. الآن هي ثيب وصغيرة، ثيب لأنها زالت بكارتها وفي نفس الوقت هي إيش؟ صغيرة. ما معنى صغيرة؟ لم تبلغ عمرها 13 سنة ولم يأتيها الحيض. الآن جاء الرجل يريد أن يتزوجها، هل يجوز لأبيها أو جدها أن يجبروها؟ لا، لأنها الآن هي ثيب. الثيب الصغيرة العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ. يقول صاحب الأبيات: وثيب صغر يستحيل نكاحها، وثيب صغر يستحيل نكاحها بمذهبنا فافهم هديت لما أبدي. طيب، غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال، سواء كان بكر أو ثيب. غير الأب، من هو غير الأب والجد؟ الأخ. أنا أخ، عندي أخت والأخت صغيرة، هل أزوجها؟ لا، ما تزوجها، لأنها ماذا؟ صغيرة. طيب سأزوجها وهي راضية، أختي راضية؟ لا، لا بد أن تكون إيه؟ كبيرة، لأن العبرة بالإذن، الصغيرة لا إذن لها. فهمتم؟ واضح؟ أنا عندي أخت عمرها 13 سنة وهذا جاء يريد أن يتزوجها، هل يجوز أن يقول له زوجتك أختي؟ أبي وجدي غير موجود، مات، هل يجوز أن يزوجه أختي؟ لا، لأنها ماذا؟ طب هي راضية، لا عبرة بالإضاءة لأنها صغيرة، عبارتها لا يعتد بها، عندما تقول أنا موافقة لا يعتد بها لأنها قبل البلوغ مسلوبة العبارة، لأن الذي قبل البلوغ ماذا يسمى؟ صبية، والصبي والصبية لا عبرة بكلامهما. إذا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحالة ولو بكرة، لأن تزويج كل منهما الصغيرة والبكر لا يكون إلا تزويج كل منهما تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن، والصغيرة لا إذن لها، فلا بد من بلوغها وإذنها. واضح؟ يندم للولي أن يعرض موليته على ذوي الصلاح، يعني معناه إذا رأى رجلا صالحا يقول له: أنا عندي بنت أو أخت في سن الزواج، إذا أنت أردت أن تتزوج نحن موجودين. نأخذ درس اليوم، التوكيل في الولاية. التوكيل في الولاية، نعم، أنا ولي سأجعل هذا هو الذي يقول لي هذا زوجتك بنتي، أنا الولي ولكن أوكل في، يجوز؟ نعم يجوز. شرط الوكيل أن يصح كونه وليا،
وكلتك أن تزوج بنتي لفلان، هل هذا يصح أن يكون وليا؟ من هو الولي؟ كما قلنا لابد أن يكون بالغ عاقل. واضح؟ واضح؟ كم شروط الولي أخذنا؟ ثمانية: عدم الإحرام وعدم كذا، أن يصح كونه وليا. فلا يصح أن يكون عبدا. واحد: عبد، وكلتك أن تزوج بنتي لفلان، أنت وكيلي. لا، ما يصح. إذا شرط الوكيل في الولاية أن يصح كونه وليا، وهو أشد في باب الوكالة الذي حضر منكم، باب الوكالة في البيوع. ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل. صح؟ يجوز للولي المجبر الأب والجد التوكيل في تزويج البكر لبنت ابنها. أنا عندي بنت سأزوجها، أنا أبوها أو جدها. يا فلان وكلتك أن تزوجها، هي لا تعلم أنني أنا وكلت فلان. يجوز، لأن هي إيش؟ لأن هي بك، وأنا مين؟ أب أو مجبر. بخلاف الأخ، لو أنا أخوها وكلتك أن تزوج أختي لفلان، لا بد أن تكون هي راضية. فيأتي شكر بغير إذنها، لكن يندب للوكيل استئذانها. أنت وكلتك أن تزوج بنتي فاطمة لفلان، أنت بعدين تتصل: ألو يا فاطمة، أبوك وكلني رخصة. أقول رخصة. إذا هي كذلك، هو يستأذن منها، يستأذن منها خروجا من الخلاف فيرفع. يجب على الولي الاستجابة. واحفظ هنا: يجوز لغيرهما، لغير من؟ الأب، التوكيل بعد استئذانها إن لم تنهى عنه لغيرهما. من هم غيرهما؟ غير الأب والجد. من هو غير الأب والجد؟ العم، الأخ، أنا أخوها. يجوز لي أنا الأخ التوكيل بعد استئذان يا أختي يا فاطمة، أنا أخوها الذي سيزوجك فلان، أنا سأسافر مثلا، أو أنا مشغول، أو هذا عشان شيبة وبركة وعالم وصالح. إذا يجوز لغيرهما التوكيل بعد استئذان. هذا كله إذا هي لم تنه عن التوكيل. فإذا هي قالت، فإذا قلنا لها: اسمعي يا فاطمة، اليوم العقد. فإذا قالت: يا أخي لا توكل أحدا، أريدك أنت أن تزوجني، أريدك أنت أن تمسك يدي الرجل والزوج، فهمتم؟ الولد أشغل الناس، غازي ولد. طيب، إذا اجتمع أولياء في درجة واحدة، ها دائما تحصل. كيف؟ الأب مات والجد مات، الأخت موجودة، من هم أخوانها؟ ثلاثة أشقاء. من هو الولي؟ هل هو الكبير أم الصغير؟ لا، كلهم في درجة واحدة، كلهم في درجة. يعني ألا يشترط أن يكون الأخ الكبير هو الذي يزوجها؟ لا لا لا، ولو حتى الصغير، ولو حتى أصغر منها. الأخوة في الولاية النكاح كلهم في درجة، مثل الإرث، مثل الإرث. إذا ما تميت الإرث، الإخوة هل درجة واحدة يقسمون، ولا نعطي الكبير زيادة والصغير أقل؟ لا، كلهم في درجة. هنا انظروا، إذا اجتمع أولياء في درجة واحدة كإخوة، ما هو الحكم؟ استحب أن يزوجها من؟ الأفضل أن يزوجها أفقههم لكي يتأكد من الشروط، ثم أورعهم الذي بعيد عن المحرمات، ثم أسنهم أكبرهم سنا، ثم يقرع بينهم إن تنازعوا. فإن هم قالوا: لا، الذي يزوجك أخونا الكبير، هذا أخونا الكبير، فيما هم يقولوا في مقام أبونا، في مقام أبينا، نحن كلنا نحترمه، كلنا إيه؟ فهمتم؟ فإذا هذا هو. طيب، لنفرض عملنا هم ثلاثة إخوة، مثلا زيد وعم وإيه وبكر.
نقول لزيد زوج يقول لا لا خلوا عام، عام يعرف لا لا خلوا بكر، يا بكر زوج لا خلوا زيد كلهم، او كلهم يتنازعون، كل واحد يريد زيد يريد وهذا يريد انا انا اوهو. الحل ماذا نعمل؟ قرعه. ماذا نعمل؟ ما معنى قرعه؟ ايش معنى قرعه بالماليزي؟ ها؟ أمجيه. أمجيان. أمجيان. نعمل أمجيان. فهمت نعمل ماذا؟ أمجيان. نأتي بثلاثة أوراق. نكتب على الورقة الأولى زيد، الورقة الثانية عمرو، والورقة الثالثة بكر. زيد. فهمت؟ إذا تنازعوا أو كلاهما يقول أنت أنت. نعمل قرعة. طيب إذا خرجت القرعة على من؟ على زيد. يا زيد أنت، يا زيد أنت الذي ستزوج فاطمة لفلان. قال طيب ما الذي حصل؟ جاء بكر وذهب إلى من؟ إلى الرجل وقال زوجتك أختي فاطمة. الله، فهمتم؟ خرجت القرعة على من؟ المفروض الذي يزوج فاطمة من؟ ما الذي حصل؟ بكر لم يسمع الكلام ولم تعجبه القرعة، ذهب إلى الرجل وقال له اسمع تعال هات الشهود، زوجتك بنتي أختي فاطمة، فما هو الحكم؟ يصح النكاح أم لا يصح؟ يصح ولا ما يصح؟ انظروا الذي تخرج له القرعة يزوجها، فإن زوجها غيره ما هو الحكم؟ عزم فقط وصح، لأنه هو ولي من الأولياء. القرعة طيب ما الفائدة من الفرع؟ القرعة لكي تفض النزاع، القرعة لفض النزاع، فهمتم؟ أما إذا هي لا، هي فاطمة قالت اسمعوا يا إخوتي الثلاث، أنا أحبكم كلكم ولكن أنا أريد زيد الذي يزوجني. إذا هي حددت شخص لو جاء بكر أو عمرو يزوجها وزوجها لم يصح النكاح، لأن هي إيش؟ حددت شخصا ومن هو؟ زيد. أما إذا هي قالت على كيفكم كلكم أنا أحبكم، أنت تزوجني أم هو أم هو، اختار أي أحد منكم يمسك يد الزوج ويقول زوجتك. في هذه الحالة لو أحدهما تعدى على الآخر وسبق الآخر أو كما قلنا عمل قرعة ولكن لم يلتزموا وأحدهما هو الذي زوج والآخر غير الذي خرجت عليه القرعة هو الذي زوجها فتصح، فيصح العقد. فهمتم؟ كيف مسألة خلف مسألة خلف مسألة، ما شاء الله كله في الزواج والنكاح. طيب يلا اللي بعد، ننتقل، انتهينا من الركن الأول، يا الله لنا يومين ونحن في الركن الأول، ما هو؟ الولي. الولي له أحكام كثيرة، تقريبا نحن أخذنا جميع الأحكام. أنت يعني ما شاء الله لو قرأت في جميع كتب الفقه الآن ما يتعلق بالولي، أوه ما شاء الله، في هذا الملخص الخلاصة، لو قرأت في العمدة، في الإقناع، في الباجوري، في إعانة الطالبين، في المنهاج، في أكثر المسائل، أكثرها ليس كلها، أكثرها هنا خلاص موجودة. إن شاء الله يكون سهل. ها، الثاني، الركن الثاني الزوجة، ركن من أركان النكاح الزوجة، ما هي شروطها؟ شروط الزوجة عدم إحرام، ما يصح أن أقول له زوجتك فاطمة وفاطمة هي في الحج أو العمرة إلا إذا هي تحللت، إلا إذا هي متى تتحلل؟ التحلل الأول ولا التحلل الثاني؟ التحلل الثاني، أنتم درستم باب الحج أليس كذلك؟ يوجد عندنا تحللان، التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير، والتحلل الثاني يكون بعد ذلك بالطواف والسعي. لا يجوز للمرأة أن تتزوج إلا بعد أن تطوف وتسعى. تطوف لماذا؟ طيب ما دخل هذا النكاح في الإحرام؟ لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث، ما معنى رفث؟ يعني لا جماع ومقدمات الجماع. والذي يجعل الجماع يحصل ومقدماته هو ماذا؟ الزواج، إذا ممنوع من الزواج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحاج أشعث أغبر. أشعث يعني ليس له زينة، الحج لا يتزين. والزواج نوع من أنواع الزينة ومن الترفه، ومن الزواج أليس هو ترفه؟ أليس هو جنة أم هو جهنم؟ ها؟ الزواج هل هو جنة أم جهنم؟ جنة. فإذا نوع من الزينة ومن الترفه ممنوع للحاج. الحاج يقول لبيك اللهم لبيك ويفكر في الحرمة، يا فنان، يفكر في العروسة وهو يطوف ويسعى. ممنوع الزواج، خلص حج بعدين تزوج. فهمت؟ طيب إذا عدم الإحرام. التعيين لابد أن يعين المرأة. ما يصح يقول يا زين زوجتك إحدى بناتي، ما يصح. لابد أن يقول زوجتك البنت الصغرى، البنت الكبرى، زوجتك بنتي فاطمة، بنتي رقية، بنتي خديجة، بنتي. فهمتم؟ إذا التعيين أن تكون معينة بحيث تنتهي الجهالة. فلا يصح النكاح بقول الوليد زوجتك إحدى بنتي، ما يصح. زوجتك إحدى بنتي، ما يصح. واضح؟ لذلك لابد من التعيين. انتبهوا. وهذه فائدة النظرة الشرعية، فائدة النظرة الشرعية. لنفرض أن رجل قد يضحك عليه وقد ينصب عليه، كيف؟ يقولون اسمع، هذا هؤلاء عندهم بنات فنريدك أن تتزوجها إحداها. فقد الولي يعطيه البنت الغير جميلة، فهمتم؟ والزوج مسكين كان يقصد البنت ليه؟ الجميلة، فهمتم؟ فما هو الحل من بين الحلول؟ ليه؟ النظرة التي نظر إليها الآن هي التي سيدخل عليها، وهي التي ستكون زوجته. إذا لم ينظر قد يكون مجهول، قد يكون إيه؟ يعني مجهولة الزوجة، لا يدري من هي. فكيف؟ لابد أن تعين. إذا التعيين. الخلو من النكاح. امرأة مزوجة ما يجوز أنها تتزوج فوق زوجها، لا. من النكاح لا تكون مزوجة من أحد غيره إلا إذا طلقت وانتهت العدة، وانتهت. فهمت؟ امرأة مزوجة وغاب عنها زوجها سنة لا ندري أين عنه. طيب وهي امرأة لا تزال صغيرة، عمرها مثلا 25 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة، حتى لا تزال صغيرة، تريد أن تتزوج، زوجها غير موجود. بعد مرور سنة قالت أنا الآن سأتزوج، وجاء شخص خطبها وتزوجها، هل يصح؟ بعد غياب سنة، زوجها غاب عنها كم سنة لا ندري أين هو. بعد سنة قالت أنا أريد أن أتزوج، فجاء رجل قال أنا أريد أن أتزوجها، فجاء أخوها وأبوها قال زوجتك بنتي أو زوجتك أختي، هل يصح النكاح؟ لا ما يصح. كيف؟ هي مزوجة، هي متزوجة، ولكن زوجها إيش؟ غايب. طيب كيف الحل؟ الحل أنها تطلق. من الذي يطلقها؟ الحاكم. نذهب إلى القاضي نقول له هذه البراءة تريد نفقة، لا أحد ينفق عليها، زوجها غير موجود، وسألنا عنه ولم يجب، ولا ندري أين هنا، ولا ندري أين هو. فالقاضي يبحث شهر شهرين، بعدين يقول خلاص، فيطلق القاضي، أو يقول فسخت عقد النكاح، فسخت عقدا. القاضي إما يفسخ أو يطلق. القاضي له صلاحيات كبيرة، القاضي يحل كثير من المشاكل بين الزوج والزوجة.
إذا الخلو من النكاح، الخلو من عدة غير الخاطب. ما معنى هذا الكلام؟ خلو من عدة غير الخاطب. امرأة مطلقة فلا، هذه المرأة خلاص، هذه المرأة مرة يطلقها طلقة ومرة يطلقها طلقتين ومرة يطلقها كم؟ ثلاث، ومرة يكون خلع، فهمتم؟ ومرة يكون فسخ، ومرة يكون غير طلاق، مثلا معه مات الزوج، فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ وهذه المرة هي نفسها مرة تكون حامل، ومرة تكون حائل، ومرة تكون طاهر، ومرة تكون آيسة عمرها 60 سنة، ومرة تكون صغيرة لا تحيل، صغيرة لا تحيل، عمرها 10 سنوات. فما هو الحكم؟ لكل حالة من هذه الحالات عدة، لكل حالة من هذه الحالات. مرأة طلقها زوجها وهي حامل، متى تنتهي عدتها؟ بوضع لعموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو جاء شخص بعد 5 شهور وهي في الشهر السادس، المرأة أريد أن أتزوجك، أو يا أيها الأب أنا أريد أن أتزوج ابنتك التي طلقها زوجها وهي حامل، وهي إيه؟ تقول له لا زواج الآن، لا بد من انتهاء الخلو من ماذا؟ من العدة. الخلو من ماذا؟ بعد انقضاء متى تنتهي العدة؟ بوضع حامل. هذا بالنسبة للحامل. وأما الحائض أو الطاهر فإنه لا بد من 3 قروء. ما معنى قروء؟ 3 أطهار أو 3 حيضات، تمام؟ وكذلك الحائض أو الطاهر إذا طلقها في الحيض لا تنتهي عدتها إلا إذا طعنت في الحيضة الرابعة، وإذا طلقها في الطهر وهي طاهر فلا تنتهي عدتها إلا إذا بدأت في الحيضة الثالثة. يعني انظر، تخيل امرأة طاهر، غالب النساء طهرهن نقول مثلا 20 يوم، بعدين حيض مدة 7 أيام، كم يوم الآن؟ 27 يوم، ثم طهر 20 يوم، فوق 27 يتضح كم؟ 47، زد 7 أيام حيض، 47 زائد 7 54 يوما، زد 20 يوم، 54 يوم زائد 20 يوم 74 يوما. الآن الحيضة الثالثة بعد 74 يوما تقريبا تنتهي إليه العدة. العدة كلها كم؟ 74 يوم. انتهت العدة الآن إذا بدأت في الحيض انتهت عدتها. إذا انظروا، المرأة تجلس 74 يوم، يعني تقريبا كم شهر؟ 30 و30.5 شهر، يعني 2.5 شهر. لذلك احتياطا يقولون 3 أشهر، يعني لا زواج إلا بعد 3 أشهر. متى نقول 3 أشهر؟ إذا كانت المرأة آيسة، مرة عمرها 55 سنة، لا تحيض ولا يظهر الدم، طلقها زوجها، تريد أن تتزوج مرة أخرى، نقول لا، انتظري كم شهر؟ أو بنت صغيرة لا تحيض عمرها 10 سنوات، طلقها زوجها، نقول انتظري حيضي واطهري، حيضي واطهري، حيضي واطهري، لا، 10 سنوات لا تحيض، كيف تنتظر كم شهر؟ الشاهد الخلاصة
أن هذه العدة، العدة هنا، وكذلك الفسخ في عدة، الموت له عدة، الخلع لا عدة له، تمام؟ طيب عدة، الشاهد أن المرأة لابد أن تكون لا عدة، وهذا دائما تظهر يحصل دائما ايش؟ يحصل امرأة يطلقها زوجها من هنا فماذا عشرة أيام يمكن تزوج أختها ما تزوج أريد أن أقهره الذي طلقني سأقهره استغفر الله هذا ما يجوز لا بد أن تنتهي من فترتين هذا سؤال مرة جاء سؤال من ماليزيا جاء رجل طلق امرأة وهذه المرأة بعد عشرة أيام تزوجت هل يصح النكاح؟ شرط من شروط الزوجة الخلو من العدة. بعدين قال غير الخاطب، كيف غير الخاطب؟ ما معنى هذا الكلام؟ اشرح. صور خلوها من عدة غير الخاطب ثلاثة. كيف؟ ثلاثة صور. بأن طلقها طلاقاً خلعياً طلاقاً خلعياً فيجوز أن يتزوجها بعقد جديد وهي في العدة لأن العدة عدته كيف؟ شخص طلق زوجته خلع كيف خلع؟ قال لها إن أعطيتني ألف دولار فأنت طالق هي متخاصمة معه إيش اسمه أنت؟ غدو بصاف تمام؟ قال لها إن أعطيتني ألف دولار فأنت طالب هذا الدولار حصل الخلع حصل الخلع نوع من أنواع الطلاق حصلت الفرقة حصلت الفرقة هو بعد ذلك ندم هو بعد ذلك ندم فقال أريد أن أتزوجها يريد أن مرة أخرى هل يجوز ولا لازم هي تتزوج غيره ثم تتزوج ما اسمه هل يجوز أن يتزوجها ولا لازم تتزوج غيره ويطلقها ثم بعدين تتزوجه لا يجوز لا هو أن يتزوجها إذا طلقها طلاقا خلعيا فيجوز أن يتزوجها لعقد وإن كانت هي في العدة هو أصلا الزوج الأول هو الزوج الأول طيب لو طلقها طلقة وطلقتين شخص طلق الزوج أنت طالق طلقها مرتين طالق وبعد أسبوع وندم قال أريد أن أتزوج زوجتي أقول لا يجوز لك أن تدعي لزوجتك بدون إيه بدون عقد تقول لها راجعتك راجع شخص طلق زوجته طلقة أو طلقتين وبعد أسبوع ندم أو تدخل الأهل وأبو وأمه إيش ما هذا لماذا لازم أن ترجعوا لبعض فقال خلاص أنا سأتزوج زوجتي أريدها هل يحتاج عقد جديد؟ لا هي زوجته هي في العدة إذا كانت العدة بكلمة واحدة أنت تعيدها ماذا يقول راجعت زوجتي يسمونها الراجعة قال نحن نتكلم عن الخلع لذلك الخلع لا بد له من عقد جديد المراجعة ليس عقد المراجعة المعتمد أنها مداومة إدامة للنكاح الذي تم مسألة أخرى إذا كانت أمة أعتقها ثم أراد أن يتزوج بعقد جديد وهي في العدة فيجوز أمة هو أعتقها وبعد أن أعتقها قال أريد أن أتزوجها هل يشترط العدة والاستبراء؟ لا فيجوز أن واضح هي أمته هي إيش؟ رقيقة هل يجوز للرجل أن يجامع أمته؟ نعم يجوز أمته بملك اليمين بملك ال طيب بعد ذلك قال اسمعي اذهبي أنت حرة لوجه الله تحولت من الرق إلى الحرية هو نفسه قال لها أنا كنت سيدك أنا كنت سيدك الآن أنا أريد أن أكون زوجك أريد أن أكون هل يجوز أن يتزوج مباشرة ولا نقول له قف
لا بد أن يكون العدة، يسمونه العلماء الاستبراء، إذا أراد أن يتزوجها بعقد جديد وهي في العدة فيجوز. إذا وطئ شخص امرأة بشبهة، وطئ شخص امرأة بشبهة، فيجوز للواطئ أن يتزوجها وهي في كيف هذا؟ سهل. وطئ شبهة، حصل وطئ شبهة مثلا في 10 محرم، كيف صورة وطئ شبهة؟ كيف صورته؟ كان يظن أنها زوجته، وبعد الجماع ليست هي زوجته، فما هو الحكم؟ قالوا العلماء وطئ الشبهة لا بد لها من العدة، لا بد لها من نتأكد أن هذا الوضع ليس فيه حمل، ليس فيه إيه؟ قد تكون حامل في هذا الوضع، فلا يعني معنى يعني هذه المرأة لا تتزوج حتى نتأكد أن لا يوجد حمل في بطنها من الوطأ الذي هو شبهة. الوطأ الذي شبهة هل هو حلال؟ لا. هل هو حرام؟ لا، لكنه وطأ شبهة، تمام؟ يعني ليس متعمد الحرام. طيب لنفرض أن الوطأ نفسه الذي وطأ هو قال أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة، هل نقول يشترط انتهاء العدة؟ لا، لأنه هو أصلا الذي وطئ، إذن يجوز له أن يتزوجها ولو هي في عدة وطئ الشبهة. فهمتم؟ انظروا، إذا وطئ شخص امرأة بشبهة فيجوز للواطئ الذي وطئ بشبهة أن يتزوجها وهي في العدة، لكن لو جاء رجل آخر يريد أن يتزوجها نقول لا، ممنوع الزواج، لا بد أن تنتهي مال العدة. ما الفائدة من العدة؟ نتأكد أن رحمها ليس فيه حمل من وطئ الشبهة، من وطئ ايش؟ شبهة. كونها أنثى شرط من شروط الزوجة أن تكون ايه؟ ما إذا كان ذكر ما يجوز والعياذ بالله. الآن موجود في أمريكا زواج الشاذين المثليين، رجل يتزوج من رجل، يا الله، نسأل الله العافية والسلام، لا يجوز، ولا بد أن يكون هذا يقينا، فإذا كان نص ونص هي رجل وامرأة في نفس الوقت، خنثى لا يجوز، فلا يصح نكاح الخنثى، ومن الآيات الأولى لا يصح نكاح الذكر. أقسام الزوجة، الزوجة تنقسم إلى قسمين، طيب وبكر. أقسام الزوجة الأولى طيب، من هي الطيب؟ لا تزوج إلا بإذنها، ولا بد بعد بلوغها. الطيب لا تزوج إلا بإذنها، ولا بد هذا الإذن يكون بعد البلوغ. لماذا؟ لأن قبل البلوغ هي صغيرة، صبية، والصبي لا عبرة به. الصبي أو الصبية لو قال والله العظيم كذا، هل يعتد بقسمه؟ لا. لو قال نذرت لله تعالى أن أصوم غدا، هل يجب عليها الوفاء بالنذر؟ لا، لأنه صبي وصبية. وكذلك هنا لا تزوج إلا بإذن، والإذن لا بد أن يكون بعد هذا الطيب. طيب كيف نعرف الإذن؟ كيف نعرف أنها موافقة؟ يقوم بالنطق الصريح، واضح؟ أنا أبو أو أخو، هذه مرأة، هذه أختي أو بنتي، يا أختي يا بنتي ما شاء الله تبارك الله، أنت الآن ما شاء الله كبرتي، ولا بد الزواج هذا سنة وهو إكمال نسب الدين، وأنت الآن خطبك فلان زيد بن عمرو، فهل أنت موافقة؟ فلو قالت الذي أنت تراه يا أبي على كيفك، الله أعلم، هذا لا يسمى نطق، لا يسمى أنها موافقة، لا بد يكون إذنها بالنطق لو تقول أنا موافقة، أنا راضية، فهمت؟ ولا يكفي أنها تضحك ولا يكفي أنها تبكي، تبكي دموع الفرح، لا، لا بد أن تكون موافقة، أنت موافقة، ترى هذه حياتك، واضح؟ طبعا قد تكون تقول أريد
وقتا للايه؟ للتفكير، وقتا للتفكير وللتأكد. والأب كذلك يسأل عن الرجل أو الولد، يسأل عن أهله ويسأل عن أخلاقه. الشاهد أن السيد لا بد من الإذن، الإذن ليكون بإذن من نطق الصريح، لا يشترط الإشهاد على إذن السيد. السيد أنا أبوها وأخوها، قالت أنا موافقة، هل مشترط علي أأتي بإثنين أقول اشهدون هي موافقة، أو مثلا وقعي وقعي أنك موافقة؟ لا، ما يشترط، لا يشترط لا هذا ولا هذا. طيب هذا السيد، السيد الصغيرة كما قلنا يستحيل نكاحها، يستحيل نكاحها قبل ليه؟ قبل بلوغها، يستحيل نكاحها قبل البلوغ. ليه؟ لأنها صغيرة. طيب الصغيرة يجوز، البكر يجوز، السيد لا يجوز. ليه؟ لا بد من إذنها. طيب سنزوجها وهي صغيرة ونستأذن منها، لا عبرة بإذنها وهي صغيرة، لأنها صغيرة لا عبرة بكلامها، كلامها لا يعتد به، مسلوبة العبارة. واضح؟ إذا الإنسان بلغ يكون يكتمل عقله. أنت بنفسك الآن هل هو نفس عقلك عندما كان عمرك 13 سنة؟ لا. أنت أيتها المرأة الآن عندما كان عمرك 13 سنة هل هو نفس العقل؟ لا، ليس نفس العقل. صح؟ إذا فعلا البلوغ مهم. كما قال صاحب منظومة ضوء المصباح، هذا الباسودان، وثيب صمر يستحيل نكاحها بمذهبنا، مذهبنا يعني الشافعي، فافهم هديت لما أبدي. طيب هذا القسم الأول من الزوجة. القسم الثاني من الزوجة بكر، القسم الثاني من الزوجة بكر، يجوز تزويجها بغير، ويجوز إجبارها على ذلك على الزواج، ولكن يسن إذنها، يسن الاستئذان منها. مثلا يسن إذنها إذا كانت هي إيش؟ مكلفة. ما معنى مكلفة؟ بالغة، عاقلة، بالغة نستأذنها. طيب يحصل الإذن ولو حتى إيه؟ بسكوتها. مثلا هي بكر عمرها 15 سنة أو 16 سنة قبل البلوغ أو بعد البلوغ، بكر أبوها أو أخوها يقول لها، يقول لها إيش؟ نقول يا بنتي الآن هذه السنة إن شاء الله سيكون زواجك، تقدم لك فلان، تقدم لك فلان. هي في البداية تقول هكذا، بعدين تمام. أيوه، يحصل الإذن بإيه؟ بالسكوت. لذلك في مثل يقولون السكوت علامة الرضا، علامة من علامات الرضا. لماذا قلنا يكفي سكوتها؟ لأنها بكر تستحي زيادة. السيد لا بد من أن نتأكد أنها موافقة، ولا بد أن يكون إذنها صريحا، الاستئذان منها يكون صريحا. يحصل الإذن بسكوتها أو بكائن يسير يدل على فرحها ورضاها. من هي هذه؟ البكر. من هي؟ البكر. لنفرض أن الأب لا يعلم. سألته الأم، ها يا زيد هل البنت موافقة؟ والله لا نعلم، أنا أخبرتها وهي لا ندري. وبعدين هي ترسل في الواتساب أو صورة وفرحان وأنها لابسة عروسة، وأنها هل هذا يدل على رضاها؟ صورة الحالة، ما اسم صورة الحالة؟ ماذا تسمونها أنتم؟ الأيقونة. هذا مثلا، هذا 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 ما اسمه هذا؟ ليبي. هذا الصورة هذه، فهمتم؟ هذه الصورة، أدخل هنا
هذا ماذا تسمى هذه؟ ليبي. ها؟ ليبي؟ ليبي. ليبي. دي بي. لنفرض أن هذه المرأة لا ندري، البنت هذه لا ندري هل هي فرحانة أم غير فرحانة، راضية. ففي دي بي واضعة وردة وتقول أخيرا سأتزوج، وتقول ادعوني بالتوفيق. أو العكس، تقول تأتي بصور حزين بكاء يا رب فرج علي. في هذا الزمان يختلف ايش علامات الرضا والسكوت والفرح، صح؟ عندهم الان بنات الزمان هذا والاولاد الواتساب مقدس، يهتمون به، والفيسبوك وغير ذلك. طيب اذا لا بد من الاذن بسكوتها او بكاء يسير يدل على فرحها ورضاها. انا دخلت في بعض المشاكل بين الازواج والزوجات، كنت احل اكون واسطه بين الزوج والزوجه، فسبحان الله الزوجه تقول هو لماذا يضع في الدي بي انه كذا، وهو والزوج يقول كذلك، لماذا هي تضع في الدي بي هذا انه انها كذا. لا حول ولا قوه الا بالله. شفت كيف عندهم هذه الاشياء مهمه، عندهم هذه الاشياء بنات الزمن هذا، عندهم هذه الاشياء مهمه ضروري لابد. ايوه اعرف بعض الحالات المراه طلبت الطلاق لان الزوج منعها من الواتساب. ما رايك؟ والله الزوج يمنع، ممنوع واتساب، انا لا اريده، خلاص تريد الطلاق. يا الله والله بصدق هذا كلام، انا رايته امامي، هي تقول انا لا اريده، لماذا يمنعني من الواتساب، اريد ان اكلم صديقاتي واخواتي واخواني. يا الله، طيب اصبري، لا اريد الواتساب ضروري، ركن من اركان الاسلام. الزمن هذا صعب، في هذا الزمن أشياء، المرأة والأولاد كذلك كلهم الله يعين. فلذلك الزواج قد يكون جنة وقد يكون جحيم وقد يكون أيوة أنت وأنت، إذا ما إذا في تساهل، إذا لا يوجد شدة، إذا في حنان، إذا في رحمة، إذا في تغض الطرف، لا تدقق على كل صغيرة وكبيرة، لماذا لماذا، وتخاصم دائما، ايش اسمه؟ قدو قدو، ايش؟ قدو بوصو 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 كل يوم صباحا مساء، فهمتم؟ ايوه فهذا مشكلة. طيب بقي 10 دقائق، يسن استفهام المراهقة ويكفي سكوتها. ما معنى استفهام؟ هل أنت موافقة؟ مراهقة يعني ليست صغيرة، قبيل البلوغ. استفهام يعني أسأل هل أنت موافقة أم لا؟ أما البكر الصغيرة لا يسن حتى استئذانها إلا كما قلنا إذا كانت مكلفة. يسن ابنها إذا كانت مكلفة، انظر، يسن ألا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن. الصغيرة إذا كانت بكرا الأفضل أن لا تزوج صغيرة. إذا هكذا بعضهم يقول، يعني كيف أنتم تزوجون؟ لا نقول السنة أن لا تزوج إلا بعد البلوغ، أن لا تزوج إلا بعد البلوغ. أكثر النساء هناك في ماليزيا البلوغ عمرهم كم؟ 12 سنة؟ 9 سنوات؟ لا. والأولاد متى يبلغون أكثر الأولاد؟ 13 سنة؟ والنساء يبلغون بسرعة. والله مشكلة. طيب
استئذان حتى تبلغ السنة. السنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها والأم بذلك. السنة في الاستئذان قد البنت تخاف من أبوها هيبة، الأب يا بنتي هل أنت موافقة؟ تخاف من الأب ما تستطيع، أحسن نرسل الأم. الأب يكلم من؟ يا فربوان تذهب إلى بنتك وتجلس، البنت الأم تجلس، ليس بينهما حواجز عادي. إذا هنا السنة بالاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها لتأكدن، والأم إيه؟ أولى أو أخواتها، واضح؟ لأن قد تكون تستحي من الأب، فهمت؟ تستحي من الايه؟ من الاب. ايوه اللي بعد. ايوه زواج المجنونه، نحن اخذنا زواج المجنونه. اوه مجنونه تتزوج، نعم قد يكون جنون خفيف وقد يكون جنون فهم؟ يعني قد يكون الجنون ليس قويا، خفيفا. جنون، ما معنى كلمه جنون؟ العقل غير موجود. أو والعياذ بالله الجن يدخل في الإنس. مجنون، جنون، جن، مأخوذ من الإنس والجن. الواحد يدخل فيه جن. فخلاص العقل الذي فيه ليس هو عقل الآدمي الإنسي، هو عقل شخص فيه جن. فهم؟ فزواج المجنونة هل نزوجها أم لا؟ نمر. يجب على الأب والجد تزويج المجنونة البالغة متى؟ ليه؟ للحاجة، إذا احتجنا لها. كيف؟ توقع شفائها من نكاح. امرأة يظهر عليها أنها محتاجة للرجل، ويظهر عليها أنها تتحرش، ويظهر عليها أنها تعمل بعض الأشياء الغير لائقة، أهلها يقولون الأفضل أنها تتزوج، الأفضل أنها زواجها قد يؤدي إلى إيه؟ شفائها بالنكاح، تمام؟ وقد لا يكون في شفاء، ولكن تحتاج إلى من ينفق عليها. يا الله، هذه امرأة مجنونة، من سينفق عليها؟ كيف ينفق؟ يلبسها، يؤكلها، ليس لها إلا زوجها. فإذا إذا كان ممكن أن يعني تحتاج إلى النفقة، ومن بين الحلول الزواج، من بين الحلول، لأن الزواج الزوج ينفق عليها احتياجها للمهر والنفقة. ففي هذه الحالة توقع شفائها أو احتياج للمهر والنفقة، الأب والجد عليها أن يزوج المجنونة. أهم شيء لا يكون ضرر للزوج. أما إذا كانت مجنونة تكسر إذا كانت تكسر وتؤذي، لا، هذه لا تتزوج أبدا، هذه توضع في غرفة ويغلق عليها. فإن فقد الأب والجد من الذي يزوجها؟ الحاكم كما قلنا. في الأبيات من بين الحالات التي تنتقل فيها الولاية إلى الحاكم إذا كانت هي مجنونة والأب والجد غير موجودين واحتجنا إلى تزويجها، فمن يزوجها؟ الحاكم. مسألة أخرى، نكاح الكتابية، نأخذها الآن أم بعدين؟ بعدين. هل يجوز لي؟ هل يجوز لي أن أتزوج يهودية؟ هل يجوز لي أنا مسلم أتزوج نصرانية؟ هل يجوز أم لا؟ الكتابية، ما معنى الكتابية؟ يهودية أو نصرانية؟ يصح. خلاص هذا ناخذه غدا، تمام؟ كيف كده دورة النكاح زين ولا مو زين؟ لكن يحتاج إلى تطبيق بعد ذلك. الفاتحة بالقبول والإقبال، صلاح كل حال. إن الله يغفر لنا ويرحمنا ويعافينا ويعفو عنا ويفتح علينا سبل العارفين، فقهنا بالدين، اجعلنا من العلماء العاملين الراسخين في العلم، يغننا بالعلم، ودهننا بالحلم، يكرمنا بالتقوى، ويجملنا بالعافية، ويرزقنا إن شاء الله
خيرات الدنيا والآخرة في خير وعافية، ورزقنا الهمة الهمة العالية في كل خير، الهمة العالية في طلب العلم والدعوة إلى الله، خدمة الدين، إحياء شريعة سيد المرسلين. وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا بالخيرات والبركات والأسرار والأنوار والملطفات والعنايات والرعايات والأسرار والأنوار، كل خير على هذه النية، كن نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة، وبسر الفاتحة.